السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي متابعين قناة إنجليش تيوب، في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي على نطق الحروف الإنجليزية والطريقة اللي ممكن تساعدنا على حفظ النطق بشكل سليم ترتيب الحروف على حسب نطقهم. خلينا نشوف، بسم الله نبدأ. أولا طبعا الحروف الإنجليزية هي 26 حرف. خلينا نبدأ نقراهم مع بعض. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. طبعا لو انت اول مرة مثلا تسمع قراءة الحروف أو مبتدئ، عيد الفيديو أكتر، عيد المقطع تبع الحروف أكتر من مرة، حاول إنك أنت تسمع وترد، تمام؟ بعد هيك هلا نحن هاي الطريقة اللي راح نسويها. قبل ما نحكي على الطريقة راح نسويها، هون في عنا نحن بس ملاحظة إنه حرف ال H ممكن تسمعه H ممكن تسمعه H، يعني الطريقتين صح، ما في مشكلة. وعندنا حرف الزد ممكن تسمعه زد ممكن تسمعه زي، الاثنين مزبوطات كمان. طيب شو هدول اللي احنا عندنا على جنب المربعات؟ هدول الرموز الصوتية. الرموز الصوتية طبعا في اللغة الإنجليزية بيستعملوها لحتى يقرأوا يلفظوا، يعرفوا كيف يلفظوا الكلمة بدون ما يسمعوها. طبعا الرموز الصوتية مهمة إذا أنت عم تدرس اللغة الإنجليزية ووصلت بدك توصل لمرحلة متقدمة، فلا وبدك تحسن من لفظك في اللغة الإنجليزية فضروري تتعلم الرموز الصوتية. وهي ترى سهلة، يعني ما فيها صعوبة، بالعكس بتساعدك كتير. طيب الرمز الصوتي هاد، بس شفت أنت هذا الرمز الصوتي هو A A. الرمز الصوتي الثاني هو E E، وهاد إه إه. الرمز هاد هو I I، والرمز هاد U U. هذا الرمز O O، وهذا الرمز A A. طيب هلا نحن شو الطريقة اللي راح تساعدنا على ان نحط الاصوات الاحرف اللي اصواتها متشابهة؟ مثلا عندنا هون هذا رمز A، تمام؟ هذا الحرف كمثال في نفس الصوت، هو يعني هو اصلا نفس الصوت اللي هو A A. طيب شو الحرف اللي ممكن نلاقي فيه صوت E E؟ وين؟ تمام ممتاز. وعندنا B B E B، مو شرط ان يكون الحرف الـ E هو اول شيء، ممكن يجي اول شيء، ممكن يجي في النص، ممكن يجي في النهاية، المهم يكون الصوت نفسه موجود في الحرف، تمام؟ طيب عندنا الـ إه إه، يعني وين اول صوت، اول حرف ممكن يكون فيها الصوت؟ ممكن نقول مثلا اه سي، اكيد لا، اه دي كمان لا، اه اي كمان لا، اه اف مزبوط، عندنا اه اف، فناخده ونحطه هون مع نفس الصوت، تمام. طيب عندنا اي اي، هو نفسه حرف الاي.
تمام. طيب صوت أو، أو أول حرف في نفس الصوت هو أيوة كيو، كيو عنا ك ي بعدين أو، ك ي أو كيو. طيب ال أو، أو أول حرف هو ها أوكي هو ال أو نفسه تمام. طيب ال آ، آ وين هو حرف ال آر؟ طبعا نحن متعودين أن يكون في يعني صوت ر في الحرف نفسه، بس نحن هون عم نتكلم على البريتش اكسنت، اللفظ البريطاني. في اللفظ الامريكي ايه بتقول ار، تطلع الر باينه تمام. طيب نحن بدنا كمان هلا الصوت الواحد ما عنده بس حرف، في اكثر من حرف بيجي في نفس الصوت. طيب فنحن راح اعطي مثال واحد كمان وانت بعدين وقف الفيديو وحاول انت على ورقة، جيب ورقة وقلم وحاول انك انت توصلهم تمام. وبس خلصت يبقى بتكمل الفيديو وتشوف الإجابة. عنا الـ A، طيب ممكن يكون مثل C، A C، لا A D، لا A E مثله، لا A G، A G لا، يعني هاي ممكن تحسها قريبة من الصوت، لا. عنا A H H، فيها في أول الحرف ال A H A تمام. فأنت هلا على ورقة وقلم حاول إنك أنت توصله لحالك تمام. وبس خلصت مشي الفيديو وشوف الإجابة. طيب خلينا نشوف الإجابة للباقيات. عنا A H A H، بعدين بيجي J تمام، بعدين K، بعدين في شي تاني هون S T U V W X Y Z، ما في. معنا هدول هني بس الأربع حروف اللي عنا فيهم صوت ال A. طيب نيجي ال E B C D E بعدين G. طيب L M N P، P تمام، S T أيوة. طيب بعدين عندنا S U V، ممتاز، W X Y Z، خلاص معناها هدول هن E B C D E G P T V. طيب عندنا هون الصوت إه، عندنا F بعدين L، F L بعدين أيوة M، عندنا N ممتاز، عندنا بعدين E S أيوة. طب U W X، E X X very good and Y Z، جاي في النص هاي، ان احنا احيانا يا اما في البداية يا اما في النهاية يا اما في النص. عنا Z E Z E Z جاي في النص. طيب عنا هون صوت ال I، هو نفس الحرف I، في شي تاني؟ ايوه في، اللي هو Y، مثل كأنك انت بتقول و بعدين ال I، و I Y very good. طيب ال U عنا Q، بعدين عنا عنا ال U U
هي نفسها ي او يو بعدين دبل يو دبليو. طيب معناها نحن وزعنا الحروف على حسب النطق، يعني كل الأصوات هاي موجودة في نفس الحروف، فهون أنت مفروض خلاص ما بتلخبط. طيب هون نحن ما عندنا غير الحرفين هذول، لأنه الأو أو والآ، تمام؟ هون حرف حرف. طيب هون مرة تانية مشان أنت لما تقرأ الحروف تعرف شلون النطق. طبعا الطريقة هاي بتساعدك إن أنت مثلا تميز بين، شوف أنا هون شلون حاطط هذا باللون الأزرق وهذا باللون الأزرق، لأنه كتير من الطلبة بيلخبطوا فيهم. طب هذا شلون ننطقه؟ ننطقه مثل الـ A، فبصير مثل الـ J J. طيب وهذا مثل الـ E اللي هو G G، تمام؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية عندي أنا هون ملاحظة اللي هي بين الـ B والـ P، B P. طبعا هاي B هون فيها تطلع، يعني بتمسك الصوت بعدين تطلقه مرة تانية P P. طيب هون هذا الصوت اللي هو ال B تحسن انت تمده تخليه طويل، تمام؟ تحسن تقول B بتضل ما في مشكلة، لكن هون بدك تطلع النفس كله مرة واحدة P، بنتهي نفسك، تمام؟ هاي مشان ما تلخبط انت بيناتهم، لانه هون انت مثلا بين انك انت تقول مثلا ال B وال P بتغير معنى الكلمة بالمرة، تمام؟ وفي كان قصة سامعها قبل هيك، انه يعني واحد عم يسأل الثاني، عم بقول له انتو كمسلمين، كان هن في دولة اجنبية، يعني شو الموضوع اللي بتسووه انتو كمسلمين، يعني شو عاداتكم؟ فقال له نحن يعني بنصلي 5 مرات في النهار. فشو قال له؟ فقال له we pray 5 times a day، يعني بنصلي 5 مرات في النهار. فصار يضحك الأجنبي إنه شلون يعني، فهو شو قال له؟ قال له we pray 5 times a day، ما قال له pray، مفروض يقول له pray، لأنه الفرق بين pray اللي هي الصلاة، لكن pray هاي هي أكرمك الله النهيق، النهيق تبع الحمار. فقال له نحن we pray، ما بيصير، بدك تطلعها اللي هي p. بين هاي وهاي في فرق بسيط لكن بيفرق في المعنى، تمام؟ طيب هذا كل شيء طبعا على الحروف وترتيبهم. هاي الطريقة راح تساعدك بشكل كبير على هالموضوع، فأتمنى أن تكون استفدت منها، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة راح نعمل بقى القواعد والشغلات اللي لها علاقة باللغة. أتمنى الكل يكون استفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.